بالنسبه للناس اللي تيقولوا على فلوس المحسنين، انا ما عمري ما استفدت من فلوس المحسنين، والدليل على ان واحد واش كاينين بعدا الناس كانوا كيسكروا كاينين فلوس اللي محسنين اللي ساعدوا عائلات، وكاينين فلوس اللي كانوا الناس صيفطوهم ليونس على اساس انا وياه ما وصل المبلغ ديال الارساليه الاولى 100 مليون على اساس باش انا ويونس نديرو مشروع. يعني الناس اللي صيفطوا له داك المبلغ 100 مليون باش انا وياه نديرو مشروع متقاسم انا وياه، يعني بسميتنا بجوج. فداك الساعات ما كانش عندي حق انا، بمجرد ما وصلت الفلوس يعني صافي قال لي ما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. قبل ما غادي نبداو هذه الحلقة ديالنا إخوان المشاهدين اللي غادي تسمعوا هذا الشيء خطير بزاف، مهم موضوعنا اليوم هو على موضوع إخوان المشاهدين راكم عارفين سميرة والزوج ديالها. مهم هذا الشيء خطير اللي غادي تسمعوا إخوان المشاهدين، وهذيك الإنسانة باينة فيها درويشة والناس بزاف كانوا غالطين، بعض الحقائق غادي تشوفوه معايا إخوان المشاهدين في هذه الحلقة. أما إخوان المشاهدين قبل ما غادي نبداو هذه الحلقة وغادي تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا وغادي تسمعوا كلام خطير، لان الرجال ما كيديروش بحال هكذا. قبل ما غادي نبداو هذه الحلقه ديالنا لاول مره شفنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. وانا عاد راني باقي قابض في الوعد ديالي اخواني المشاهدين، بغيت ندعم القنوات الصغيره مجانا. اخواني المشاهدين اللي بغى ندعم له القناه ديالو، يعني غادي نبقى ندير السبت والحد، كل سبت ندير ندعم 4 ديال القنوات والحد ندعم 4 ديال القنوات، بغاو يكونوا صغيره او كبيره ولا متوسطه، هذا الشيء مجانا. انا بغيت كاع المغاربه يديروا قنوات، لان اخواني المشاهدين اللي عنده شي محتوى واللي الناس عندها كيشوفوا له الفيديوهات بزاف راه كاين الربح بزاف، اللي ما كيشوفولوش الفيديوهات بزاف راه ما كاينش الربح بزاف. يعني اخواني المشاهدين خص بنادم درجه درجه بيطلع، يعني قليل اللي غادي يعطيكم بحال هذه المعلومات، يعني بغي لخوك الخير باش ربي يدير لك تاويل الخير. المهم اخواني المشاهدين في تفاصيل هذه الحلقه مربوحه اخواني المشاهدين وهذيك العائله ديال لها، وزيد عليها سميره اخواني اخواتي الكرام والزوج ديالها، بعض الحقائق اللي غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو هذا اللي هما صادم اخوان المشاهدين. اما في تفاصيل هذه الحلقه، يعني محسنين صيفطوا له 100 مليون اللي هو والزوجه ديالو، قالوا له هاك هذه دير بها مشروع باش تعرف بان من الجاليه المغربيه والمحسنين ديال الجاليه المغربيه في كلامهم، يعني كيبغيو يديروا الخير لان بغاو يلقاوه في الدنيا بحال اللي حجوا وبحال غادي غادي يلقاوه في الدنيا قبل الاخره اخواني المشاهدين. ولكن لنتفاجأ، يعني هو قلب عليها الفيستا ودفع لها الطلاق باش يطلقها باش يهز ذاك الرزق، مع العلم اخواني المشاهدين ان زوج قنوات ديالهم تعرفوا شحال كيدخلوا لهم ديال الفلوس، وغادي تسمعوا الله يزيدهم. ولكن باش يبقاو ينعسوا ولادك في مطرح ويبقاو ينعسوا كما نقولوا راها غيوليه، باش يبقاو ينعسوا في الارض حسبنا الله ونعم الوكيل. وزايد عطيه 100 مليون وعندك مدخول يعني ديال القنوات، تعرفوا اخوان المشاهدين ذوك جوج قنوات شحال كانوا يدخلوا لهم؟ ما يقارب 20 مليون شهريا. واش تعرفوا واحد كيخلص 20 مليون في الشهر؟ واش تعرفوا شيء؟ باش انا غادي نقول لكم بان اليوتيوب فيه الفلوس، ولكن كنهضر لكم على اللي عندهم القنوات، يعني كنقول لكم عاوتاني حتى بكري كان فيه الفلوس. اللي ما دروك راه اليوتيوب كنطلع بزاف، يعني كلها وراه يدير محتوى وكل كاع الناس دخلوا اليوتيوب، الناس راه دير 4 5 ديال القنوات. على اللي كنقول لكم اللي عندهم المشاهدة، تما اللي عنده 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا حتى ما هذوك ماشي مشاهدات، لان ما كيخلصش عليهم بزاف. الا خلص عليهم يقدر يخلص عليهم 200 اورو 300 اورو في الشهر، هذه يعني بالحكم ديال اللي كنقول لكم اخوان المشاهدين كيوتيوبر، هذه الحقيقه. اما هذوك اللي عندهم مشاهدات طالعه بحال مربوحه بحال ديك مخسوره بحال يعني سميره كي كانت في الاول الله يزيدهم، ولكن ما كانتش تستافد من القناه من الفلوس ديال القناه، بحال هذيك نتاع الام ديالو اخوان، هذوك راهم قال كان يدخلوا له 20 مليون في الشهر، ما يقارب 20 مليون. تعرف شي 20 مليون راه بنادم الا كتدخل كل شهر 20 مليون راه ولي بنادم يولي ملياردير. علاش اخوان المشاهدين بلا ما نسميهم راهم داروا الفيلات، يعني بعض اليوتيوبر داروا الفيلات داروا صالونات داروا بزاف ديال الصوالح، يعني هذا الشيء اخوان المشاهدين فيه الفلوس. اما اخواني المشاهدين باش شوفوا محسنين صيفطوا لها 100 مليون
100 مليون اخواني المشاهدين، قالوا لها يعني هي هضرت معاهم قالت لهم، قالوا لها شحال خصك ديال هذا المشروع هذا، قالت لهم هي ما بين الارض وغادي نشريو الارض ونشريو كذا ونشري، يعني تقام ب 70 مليون ولا نشريو الارض ب 30 مليون ونديروا هذه ب 40، يعني المهم قالت لهم يعني بالاخر تقام ب 70 مليون، هما صيفطوا لها 100 مليون قالوا لها ديري انت، قالوا له ديروا انت وراجلك، جاتوا على سميتو، جاتوا على اسمي، قالها ما نهضرش عليا على هاد الفلوس هادو، هاد الفلوس ديال ولادنا، ديال ولادنا، وشوف الهضره كي داير، شوف يعني هادوك الناس خصهم يحاسبوا هاد السيد وخصهم يصيفطوا للحبس على هاد الشيء هذا، يعني قالها ديال ولادنا، قالوا لها، قال له راجلها هذا، قالها انت سكتي يعني الا بغيتي غادي نخلص لك غير الكريدي اللي فيك نتاع 15 مليون، وهي تبقى له شحال، تبقى له 85 مليون، نزيد عليها المدخول شهريا نتاع 15 مليون نتاع 20 مليون ولا 15 مليون شهريا ديال كما نقولوا ديال القنوات، يعني بنادم يلعب بالفلوس. اليوتيوب اللي كان يحلم بها اللوطو ما كانش عنده، دارها باليوتيوب، اللي كيقول يستهزئ باليوتيوب ما عنده، مين مشى يدفع الطلاق قال لهم يعني كما نقولوا، قال لهم انا بيدون يعني ما عنديش ما ما ما, ما عندي حتى درهم وما عندي لا عمل قار لا حتى شي حاجه، يعني الصائر نتاع الطلاق هي طلقوا مع العلم صيفطوا له 100 مليون، زيد عليها اخواني المشاهدين وليدات ديالو ينعسوا في الدس، يعني هذا الشيء بزاف، هو اللي خصو يتعاقب على هذا الشيء. واش عندك شي وجه نتاع الرجال؟ انا غادي، واش عندك شي وجه؟ ومع العلم انه اخواني المشاهدين يعني هذا الشيء ولا في الراي يعني ولا راي عام، ولا يضرب به البادي والعادي المغرب كامل، قنوات كاملين، لان هذيك غير وليه باينه فيها مسكينه درويشه ومغلوب امرها، وزيد عليها اخواني المشاهدين تعذب في حياتها، وجوج يعني يزيد باين سيد كما قلت لكم اخواني المشاهدين، كما هي قالت لكم، قالت لها كيقولوا لها صوري باش نجيبوا الفلوس، صوري واعطيها، صوري والله يعاونك وما تدي حتى درهم، وراجلها يشوف علاش مزوجها، مين تكرفس عليها، وزايد عليها اخواني المشاهدين ما كيعطيش، حنا كاع ما كيعطيش النفقه لولاده، نقولوا كاع كاين شي نساء ما يبغيوش باينهم يشوفوا هادوك غادي يتعذبوا في الدنيا قبل الاخره، كيقلعوا واخا يبغي يشوف ولادو كيتقلعهم له الاخر، ويعني كاين شي مخطرات انا ما حاجه اللي ما فهمتهاش اخواني المشاهدين، شي وحدين على النفقه ولا كيصيفطوهم للحبس، وشي وحدين اخواني المشاهدين كيخليهم، وشي وحدين كيحكموا عليهم باش بغاو، واخا بنادم يجيب لي بروف يقول لهم بلي انا ما عنديش، مين غادي نجيب انا ما عندي حتى باش ناكل باش نخلص على دوك الاولاد، ومع ذلك كيصيفطوه للحبس، مع هذا السيد هذا اللي عنده البروفات انهم صيفطوا له 100 مليون وصيفطوا له كذا وصيفطوا له كذا، فبالتالي كيقول لهم انا ما عنديش وبدون نفقه ومسامح في ولاده وسامح في الاخر، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه كاع نقولوا لا مرتك قلعت لك الاولاد ودارت فيك شي حاجة اللي ما تندارش، يقدر نقولوا تبغض وما تقدرش تشوف ولادك وما مع العلم هذوك يبقوا ولادك، ولكن باش تخليهم يتنعسوا في الزنقة في الارض في القص، وانتايا كما نقولوا شابع وداي الفلوس وزيد الطونوبيل وزيد المدخول وزيد المدخول ديال القناة نتاع الوالدة ديالك اللي بان الوالدة ديالك، وبارا ما يعرفوا شكون اللي راه مسير القناة نتايا، يعني رداتك راجل خدمت عليك حتى هزاتك شحال عطاتك ديال الفلوس، خدمت عليك وزاد شحال معام وهي تخدم عليك باش تردك راجل، فالتالي قلعت لها القناة، انت ما خدام ما ردام تعاون غير الاخر في الفيرما والديك في الفيرما، وفالتالي رداتك راجل، وفالتالي انت نصبت عليها وكنت ضارب لها الحساب، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخواني المشاهدين نشوفوا الفيديو باش ما نطولش عليكم، نشوفوا الفيديو لان هذا الفيديو هذا سبحان الله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم الا انا دهشت، والله الا دهشت. المشكل ديال القناه يعني سمعنا باللي كان مجموعه من المحبين المتتبعين من المحسنين اللي كانوا يرسلوا واحد القيمه ماليه، سؤالي هو واش يعني هاد الفلوس هادو واش تصرفتي فيهم انت؟ واش الفلوس اللي كنت كتعوضات على الاعمال للفيديوهات في اليوتيوب شحال كانت كتوصل القيمه ديالها في الشهر؟ واش كنتي كتستافدي منها؟ بالنسبه للناس اللي تيقولوا على فلوس المحسنين، انا ما عمري ما استفدت من فلوس المحسنين، والدليل على ان واحد واش كانوا واش كاينين بعدا الناس كانوا كيسكروا كاينين فلوس اللي محسنين اللي ساعدوا عائلات، وكاينين فلوس اللي كانوا الناس صيفطوهم ليونس على اساس انا وياه وصل المبلغ ديال الارساليه الاولى 100 مليون على اساس باش انا ويونس نديرو مشروع.
يعني واش سمعتوا ما راكمش تحلموا بعدا 100 مليون اللي صيفطوها الناس اللي صيفطوا له داك المبلغ 100 مليون باش انا وياه نديروا مشروع متقاسم انا وياه يعني بسميتنا بجوج. فهذيك الساعات ما كانش عندي حق انني بمجرد ما وصلت الفلوس يعني صافي قال لي ما هادشي كله دولادنا هادشي الملك. بهذا المفهوم غير وصلوه الفلوس قلب عليها قال هادشي ديال ولادنا سمعوا كنديروا الولاد. انا وصل لا وصلت مبلغ ويعني الحاليه راه استاذ النوري فاش يمشي للحسابات البنكيه ديالو راه غادي يلقى داك المبلغ اللي توصل به ومن موراه توصل مبالغ كبيره عاوتاني. وانا قلت لك قالك موراها توصل بمبالغ كبيره وزيد عليها قنوات اللي غادي تسمعوا انها تدخل لهم 20 مليون. داك المبلغ 100 مليون اللي كان ترسل من بعد ما انا ما هضرت مع دوك الاشخاص ويعني قالوا لينا شنو الهدف ديالكم من اليوتيوب علاش داخلين له. قلت لهم يعني داخلين اليوتيوب باش اننا نجمعوا شي مبلغ مالي ونديروا شي مشروع ونستقروا حنا وليداتنا. فداك الناس قالوا لي حنا غادي يعني هضروا معايا داك المكالمه كانت معايا انا قالوا لي حنا غادي تقدري لنا المبلغ ديال المشروع شحال يتقع. كنت يعني قلت لهم ان الارض كدير شي 30 مليون وباش تبنى شي 40 مليون يعني فاش كان المبلغ كما بين 60 70. الناس اللي ساعدونا وصيفطوا لنا اننا نديروا داك المشروع جزاهم الله خيرا يعني صيفطوا لنا مبلغ 100 مليون باساس ان هذا راه حلم شي واحد كيصيفط لك ماشي حلم راه اكثر من حلم. يمكن حتى في الحلم ما تحلموش شي واحد يصيفط لك 100 مليون ويقول لك دير مشروع راه ما كايناش هو في التالي نكرها يعني مع العلم قالت لك انه البنكه راكم عارفين كتقعد 70 100 عام ومتخرج الوراقي كيقولوا لك شحال صيفطوا لك في البنكه ديالك واخا تقعد 70 1000 100 عام يخرجوا لكاع نتاع العام اللي فات نتاع العام اللي فات. وشوف مشروع تاسس بسميتي وسميتو الاب اولادي فاش توصل بالمبلغ كان قال لي ما غاديش نقتسم معك المشروع بالاسم والاسم ديالك ولكن غادي نخلص لك الكريدي ديالك اللي كيت شوفوا البلعوط قالها ما غاديش دار المشروع قالها ما غاديش نتقاسموا انا وياك المشروع يعني غادي نديروا على سويني. هذا راه باينه باللي كان كيما نقولوا راه باينه اخواني المشاهدين باللي كان باغي ينصب عليها وما كانش باغيها كان باغي يدي غير فلوس يمشي يتزوج شي واحده اخرى. وانت ماشي راجلك خصك الحبس انت عاد باقي خروج وباغي غادي تدعي قنوات انت اللي خصهم يدعيوك. هذا راه بزاف هذه سبحان راه باينه شو السيده غير درويشه ولكن ربي فضحك قدام 40 مليون واحد سال فيك. فما بغيتش ندخل في مشادات يعني المبلغ صافي توصل به في الكونت ديالو ما بغيتش نتوصل معاه بشي مشادات. قنعت قلت ماشي مشكله خلص لي داك الكريدي ديالي صافي الكريدي. شو مسكينه غير درويشه 100 مليون وما طمعتش هو طمع فيها يعني قالت له مع العلم غير خلص لي داك الكريدي ديالي حتى 15 مليون دنيا وما فيها. وشوف سبحان الله بصح ربي راه ما غاديش يخيبك اختي انا نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل راه ما غاديش يخيبك الاخت ديال 15 مليون صافي ماشي مشكل. فاذا بي كنتفاجئ ما تخلص لي لا كريدي الارض ديالي كنت انا واخدها لا حتى شي حاجه ما خلص لها كريدي ديك الارض اللي كانت واخدها ما خلص لها حتى شي حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت ما متعش حتى ولادك فراهم الفلوس ولكن كلشي غادي تحاسب عليه في القضاء. القناه يعني شحال كانت كتربحوا فيها في الشهر؟ واش كنتي عندك معلومات عندك انت عارفه شحال كتدخل لكم الفيديوهات شحال اللي كتشتغلوا عليها في الاسبوع في الشهر؟ كنتي على درايه بهذه الامور ولا لا؟ القنوات كانت كتوصل يقدر في شهريا كيوصلوا 16 15 مليون في الشهر بجوجهم المبلغ يقدر يوصلوا 15 16 مليون في الشهر ويقدر في رمضان كيكونوا الاعلانات طالعين يوصلوا حتى 20 مليون. هذه شهري هذه في رمضان كيكونوا شهريا 20 مليون راه ماشي خيال راه نيشان. علاش قلت لكم معنيت لكم بعدا بعض الناس راهم داروا الفيلا وداروا الصالونات راه مين يكون عندك شي مشاهدات خياليين راك تخلص الزبابل ديال الفلوس فهمتوا. ايوا غير باش تعرفوا ولكن مع العلم اللي عايشين هنا في اوروبا ودايرين اليوتيوب كيخلصوا الضرائب ما تقدرش كاع تدي داك الفلوس كاملين ولكن في المغرب ما كيخلصوش عليهم الضرائب وهذا هو اللي كنت نقول لكم عليه. 20 مليون جوج قنوات كيدخلوا لها وهي ما استفدت حتى بشي قناه كيقول لها باين اللي نسيبها كما نقولوا كيقول عجوجها ولا كيما يقول لها صوري واعطيها صوري وما تشوفيش موراك ما كانتش تدي حتى درهم. الاعلانات طالعين يقدروا يوصلوا حتى لهذا وتبارك الله القنوات كانوا دائما في الطوندونس يعني كانوا كيحققوا مشاهدة كبيرة.
كانت شي بورسونتاج ليك؟ كيفاش كنتو الطريقه كيفاش مفاهمين عليها؟ كانت واحد المقوله كتقال لي دائما من الاب ديال ولادي ولا من جدود ولادي، ان هادشي ديال ولادك ما عندكش حق تهضري فيه، هادشي كله غيدار لصالح ولادك. هما كانوا يديو التين عاشين بهذا المفهوم بالريفيه، نقول لكم التين عاشين، هما كانوا يديو الفلوس يقولوا لها انت غير ريحي كلشي هادو ديال ولادك، وما راهم يتمتعوا يقولوا لها هذا الشيء غير ديال ولادك، هاد راهم ديال ولادك انت ما تسالي فيه حتى شي حاجه وما يتمتعوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ولك راكم تفرشتوا. حنا معاك اختي، انت راكي درويشه باينه فيك درويشه، كما يقول لك واحد المثال الله يحشرنا مع الدراويش ويبعد علينا الهوايش. حين ان ولادي كان كينعسوا في الارض، ولادي حاليا خرجوا هادي دابا شهر وزياده باش خرجوا، ما كاينش يسول عليهم حتى واش واكلين واش ما واكلينش واش قراو. واش سمعتوا اخوان المشاهدين؟ دا 100 مليون ولادو ينعسوا في القص ولا ما قراوش، غير الانتقال ديال المدرسه ديالهم كنطلبهم انهم يجيبوا لي انتقال، مشاو سناو في المدرسه وقالوا لي طلعي تاخذ الانتقال، ما استفدوا منه حتى شي حاجه كاع. ولادي اللي كنت كنقول انني كنساهم مع الزوج ديالي كنخدم معاه ماشي مشكل من اجل ولادي، فولادي ما استفدوا حتى حاجه. مع العلم نقول لك راه حنا اللي كان وجهنا كيبان في القناه، راه اي تعاليق سلبيه كنا حنا اللي كنتقدفوا فيها، راه كاين اللي كيتفرج فينا اللي كيبغينا ولا ما كيبغيناش، كاين اللي كتلقى 10 تعاليق تيشكروك وكتلقى 4 تعاليق اللي تعطيوك واحد الصوره عليك تتكره راسك، تتقرا تعليق على راسك تتحشم. مهم اخواني اخواتي الكرام، هانتوما شفتوا كلشي بعينيكم، كلشي وضحت لكم، ما بغيتش باش هذا الفيديو ما يكونش ممل، ما يكونش طويل بزاف، كلشي شفتوه وكلشي سمعتوه، يعني ما تكتفت حتى شي حاجه، ما سول عليها على ولادها، ولادها عايشين فيك، لكن انا كانوا عندي كاع داك المال يعيش ولادي في النعيم، المال والبنون زينه الحياه والدنيا، ربي سبق المال وعاد البنون زينه الحياه والدنيا، يعني الاولاد والفلوس زينه ديال الحياه الدنيا، واخا ماشي هما كلشي، ولكن باش تكرفس على وليداتك بحال هذه سيرتو، الا كانت شي مراه مشلق وما صالحاش وتقلع لك الولاد، كاع نقولوا بالمثال الا درت هذا الشيء هذا ماشي مشكل، ولكن السيده باينه فيها دروا، ولكن كيف ما مشيت كنحجروا طوب، كتلقى المراه زينه ولا تلقى الراجل عاوتاني كزين، سبحان الله. لكم التعليق، خليوا لي تعاليقكم اخواني، لكم التعليق في كل شيء في هذا الشيء هذا اللي شفتو، لان هذا الموضوع شفتو ودرستو وبغيت باش نبقى نهضر عليه الا لقيت التفاعل، لان هذه السيده هذه السيده درويشه، يعني قالوا لها بلي انك خنتي وخانتيه وكذا مع واحد انجينيور مع كذا، ولكن في التاليت فرقعت الرمان، لان ربي من يبغي يفضح راه يفضح، واخا تكون من تكون مظلوم ربي يفضح ذاك الاخر، ولكن نتايا في التالي من خرج بواحد المكالمه خرج قال لها غادي نصفيو انا وياها، ورحنا خرجنا ورحنا كذا ورحنا خرجنا انا وياها في واحد النوزه، وشو ما مطالقين في المحاكم وباقي عاد تخرج انت وياها في نوزها، وقال لك اودي رحنا صفينا القلوب وكذا، وكان ما يجمعش من كل واحد، ولكن هذا الشيء اللي درتو يعني باين باللي كنت نصب عليها لا انت ولا العائله ديالك، هي واحد الغلط دارته ملي قالت لك ودي شافت ومشات عند الشوافه ومشات عند كذا باش كذا باش كذا، ما يحسن العوان، هذا هو الغلط اللي دارته، لان الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش هذا الشيء، ولكن باينه فيها درويشه يقدروا عمروا لها المخ ديالها غنيه، لان هذا الشيء ربي شي واحد الا بغاك راه يبغيك بلا سحور بلا كذا، اما السحور وهذاك الاخر غير ميكروب، يعني غير كتسمو به الناس وكتهبلوا به الناس، اما باش يبقى غير تكرب حياتك انت غادي ما نقبر يهزك، يعني على هذوك الناس اللي كيديروا هذا الشيء. اخواني المشاهدين ما نطولش عليكم، لكم التعليق راكم شفتوا في هذا في الاخر، والله يكون في عوانك، وحنا رحنا معك الاخت الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش بارطاجي وتضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد الى فيديو قادم ان شاء الله.